باتت الكرة المصرية على بعد خطوة واحدة من فرض نفوذها على بطولتي إفريقيا للأندية لأول مرة منذ 31 عاماً. حال نجاح الأهلي والزمالك في التتويج بدور الأبطال والكونفدرالية هذا الشهر، يخوض الزمالك نهائي كأس الكونفدرالية للمرة الثانية في تاريخه أمام نهضة بركان المغربية بعد 5 سنوات على تتويجه باللقب على حساب نفس المنافس عام 2019. يبدأ فريق مدرسة الفن مهمته لاستعادة عرش البطولة من مدينة بركان مساء الأحد بصافرة الكيني بيتر كاماكو، على أن يخوض لقاء الإياب بعدها بأسبوع تحت قيادة السنغالي عيسى سي. على الجانب الآخر، يطمح الفريق البركاني في إضافة اللقب الثالث في تاريخه، هذا بعد لقبي 2020-2022 والعاشر للأندية المغربية التي توجت باللقب 4 مرات في النسخ 6 الماضية عبر النهضة والرجاء. أما الأهلي فقد تأهل لنهائي دور الأبطال للمرة 5 على التوالي والسابعة عشر في تاريخه ويواجه الترجي التونسي. يدير الجزائري مصطفى غربال حكم نهائي القرن بين الأهلي والزمالك نهائي ملعب حماد العقربي ذهابا، بينما يقود الكونغولي جانجاك ناغامبو مباراة الإياب على ملعب القاهرة في حضور أكثر من 70 ألف أهلاوي.